في أول مبادرة على المستوى الوطني، نظمت جمعية على خطى الحبيب بولاية بشار مسابقة لاختيار أحسن المرشدات الصغيرات، وهذا بمشاركة 26 متسابقة. هذه المسابقة وهي الطبعة الأولى على مستوى الوطن، وهي المنافسة ما بين صغر مرشدة صغيرة، ولا باش نعطوهم تشجيعات للمستقبل باش يكونوا أحسن خلف لخير سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انقضاء الأدوار التصفوية تم اختيار 6 متسابقات من طرف لجنة التحكيم للتنشيط النهائي في حفل بهيج حضرته العائلات المتسابقات، وعرف منافسة قوية بين المرشدات الصغيرات. أنا استغلال وقتي. هي توفيق كبير، ونشكر بزاف جمعية على خطى الحبيب اللي دارت هذه المبادرة الطيبة. وهذا كله من فضل ربي، أنني كنت في المرتبة الأولى، وأشكر جمعية خطى الحبيب ورئيسة الجمعية. فرحانة بزاف خاطرش حياتي ما تكرمت كما هكا، ونشكر بزاف جمعية خطى الحبيب. ما يهمناش حنايا باش نكونوا حنا الأوائل ولا يهمنا، المهم حنا كنا المهم شاركنا ودرنا اللي علينا. وفي الختام تم تكريم الفائزات بالمراتب الثلاث الأولى، إلى جانب تقديم بعض الهدايا للمشاركات والمساهمين في المسابقة.